ملف الصحراء الغربية هو ملف تصفية استعمار، هذه الحقيقة الأولى، وليست أراضي مغربية، لأن المغرب كانت هذه الأراضي محتلة من طرف المملكة الإسبانية، من طرف إسبانيا، وبطبع فرانكو عمل المستحيل أنه يأخذ هذه الأرض، لكن في النهاية كانت فيه قرارات أخرى من جهات أخرى على الخروج. وفرانكو لما عمل الحصن الثاني للمسيرة الخضراء أمر الجيش الإسباني بضرب المسيرة الخضراء هذه، لكن رفضت، كان هو على فراش الموت، وبالطبع لم تنفذ هذه القرارات. فالآن احنا بالنسبة إلينا الجزائر وموريتانيا والمغرب كان فيه قرار على أن الصحراء الغربية تأخذ الاستقلال تاعها، إلا أن المغرب لم يحترم الاتفاقيات ولم يحترم المعاهدات التي كانت موجودة ما بين الجزائر والمغرب، وبالطبع عمل المسيرة الخضراء، وكانت الجزائر ممكن أنها تدخل في صراع مع المغرب، لكن كانت الحكمة ربما أكثر، وكان قام الجيش الصحراوي بمحاربة بالطبع الجيش الموريتاني والجيش المغرب في نفس الوقت. الجيش الموريتاني بعدها خرج، لكن المغرب باقي يطالب بأراضي الصحراوية. الآن بعد سنوات والعالم كله حتى الملف الأمم المتحدة لا تعترف بمغربية الصحراء الغربية، وشفنا كذلك في المعاهدات اللي موجودة كذلك حتى بالنسبة للمحكمة الأوروبية لم تعرف بالصيد البحري بالنسبة للمغرب، يعني قرارات على أن هذه الأراضي في صراع وليست أراضي مغربية. إذن فالآن المشكلة معروف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك بالنسبة للأمم المتحدة أنه فيه تصفية استعمار. المغرب بالنسبة للجامعة العربية، بالطبع احنا عارفين الجامعة العربية أنها ليست جامعة وإنما هي مفرقة بكل صراحة، يعني شفنا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من الدول. إذا فهذه الجامعة العربية لابد تكون في إصلاحات عميقة، وهذه الإصلاحات العميقة هي اللي نقدر نخرج بها إلى المستقبل. بالنسبة إلي أنا أنه المغرب الآن والوجود نتاعو في صراع مع الصحراء الغربية لابد أنه يقبل بالاستفتاء. هذا الاستفتاء هو أن الشعب الصحراوي من حقه أن يعبر على تقرير المصير نتاعه، وهذا ما تريده الدول، كثير من الدول الإفريقية، ما تريده الأمم المتحدة، كثير الدول الأوروبية، كل الأمور، لكن المغرب يتعنت. الشيء الآخر أن إسبانيا في السابق كانت بالطبع عندها مواقف يعني نقول بكل صراحة مشرفة في هذه الطرف، وكانت نقول بكل صراحة في استراعات صراعات بين مدريد والرباط على كثير من الامور، ومنها الامر تاع الصحراء الغربيه. والجزائر لما عملت يعني اتفاقيات الصداقه فيه ربما بنود سريه يعني ما بين الجزائر والمغرب، انه في بنود معروفه وفي كذلك بنود سريه حتى مع الدول الكبرى، وهذا الشيء معروف. اذا فاسبانيا الهدف نتاعها انها ترافق هذا الامر، وما ننساوش انه الصحراويين كثير من المسؤولين الصحراويين سواء كانوا في البوليزاريو او من السياسيين يحملون الجنسيه الاسبانيه ويتكلمون اللغه. اذا وكذلك عندهم عمق وعلاقه طيبه مع الاسبان، الى ان الموقف نتاع الوزير الاول سانشيز فهو موقف نقولوا فيه خيانه المبادئ اللي تكلمت على الجزائر واسبانيا، وبالطبع الان هو يتحمل المسؤوليه، لأن يعني الجزائر ليست في عداوة مع الدول، وإنما نرى أن الدول تريد أن تخلق مشاكل في هذه المنطقة وبؤر توتر، وكذلك عندهم أطماع وأهداف سياسية خبيثة. ونحن بكل صراحة أردنا أن نبني هذا المغرب الكبير أو هذا المغرب العربي الكبير، لكن للأسف الأطراف وكذلك الآن إسبانيا دخلت في اللعبة، والجزائر الآن تريد أن تحافظ على قراراتها وتريد أن لا يكون هناك بؤر توتر في المنطقة، ولا تريد كما يظن البعض أنه تريد إشعال فتيل الحرب وغيرها، هذا شيء غير صحيح، إلا اللهم إذا كانت لقدر الله دفاعا على النفس ودفاعا على هذا الوطن. فنحن نقول بكل صراحة أن القرار اللي عملته الجزائر هو قرار صائب بالنسبة لإسبانيا، لأن إسبانيا الآن تأكل في الغلة وتسب في الملة. الجزائر أعطتها كل إمكانيات، أعطيناها الغاز الطبيعي بأسعار جيدة، أعطيناها كثير من أشياء عليها كثير من المواد الزراعية، خلينا الشركات تاع البناء وغيرها تدخل الجزائر، كثير من شركات التكنولوجيا داخلة حتى في الميدان العسكري وغيرها من الأمور هذه، لكن للأسف إسبانيا لم تحقق. طيب ولكن أستاذ سفيان شويطر،
يقول هذا فشل جزائري. لماذا إسبانيا تغير موقفها مثلا ودول أخرى يعني في هذا يعني وتنحاز إلى الطرح المغربي؟ ما الذي يدفع إسبانيا رغم المخاطرة كما كنت تقول بعلاقتها الوثيقة مع الجزائر واستفادتها؟ شوف شوف نعطيك لأنه هذه الشجرة التي تخفي الغابة. الملف الحقيقي احنا رحنا كامل كثير من المحللين عفوا راحوا للمشكل على انه مشكل ما بين والصحراء وعفوا واسبانيا حول سبتة ومليلة وكذلك حول المهاجرين. المهاجرين منذ سنوات ثم انتقلوا من الاراضي المغربية نحو 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 اسبانيا. سبتة ومليلة في كذلك اطراف تنادي باسترجاع الاراضي المغرب في اسبانيا يرفضوا. لكن الشيء الخفي اللي موجود الان اللي ربما نسيته كثير هي المناورات الأخيرة اللي عملتها الجزائر في البحر الأبيض المتوسط مع روسيا وكذلك تطور الأسطول البحري من غواصات وبواخر حربية وبواري حربية وغيرها. هذا أزعج كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ترى المناورات الجزائرية روسيا ربما تكون تهديد على مضيق جبل طارق. إذا فكانت هناك ضغوطات أمريكية على إسبانيا لحكومة سانشيز للتقرب من إسبانيا عفوا من المغرب، وبالطبع تخلق هذه السيمبيوز يعني السياسية ما بين الدولتين لأنه مدريد والرباط تاريخ تحدي في صراعات وفي مشاكل. إذا فهنا الهدف نتاعهم جيوستراتيجي بالنسبة للحرب الأوكرانية وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فحكومة سانشيز تدفع تمن الموقف تاعها هذا بالطبع فيه موقف جيوستراتيجي في المنطقه، وحنا نفهموا انه الولايات المتحده الامريكيه عندها صراع مع روسيا مع موسكو مع بكين. ولكن في هذا الصدد ربما قد يقول يعطي محاججه مضاده في هذا الطرح، يقول مثلا الطرح انه وان كان ما تنقله مصادر مغربيه محسوبه على المغرب انه بوتين أنهى مهام سفير موسكو في الجزائر لأنه أطلق تصريحات داعمة للطرح الجزائري في الصحراء الغربية وانتقد إسبانيا مثلا، وأن موسكو تعرس على علاقات ودية وزارة الخارجية الروسية في حادثة نادرة أصدرت بيان انتقدت صحيفة جزائرية قالت بأنه هناك توتر للعلاقات بين الجزائر وبين المغرب وموسكو بالحال. هي بالطبع المغرب معروفين الحلفاء نتاعو، معروفين الحلفاء، في حلفاء للمغرب معروفين اسرائيل وبالطبع فرنسا، هذو الحلفاء. الولايات المتحده الامريكيه تريد تلعب على الطرفين بالطبع، عندها علاقات جيده مع المغرب وعندها علاقات جيده كذلك مع الجزائر، يعني في صداقه. طيب ولكن في هذا الصدد الجزائر والمغرب هناك من علق الموقف الأمريكي كان أكثر انحيازا للمغرب، اعترف بمغربية الصحراء. لماذا لم عكس الموقف الإسباني الذي يدعم الطرح المغربي، لماذا لم تكن هناك خطوة من الجزائر لسحب السفير وتعليق المعاهدات مع واشنطن؟ لا ليست نفس الشيء، لانه كانت في نهايه عهده ترامب وترامب عارفين كيفاش المسار تاع ترامب كانت خد القرار هذا ضد، حتى الجمهوريين كانوا ضد هذا القرار. الجمهوريين نفسهم كانوا ضد هذا القرار وشفناه حتى في الصحف الامريكيه وغيرها، اما الديمقراطيين فكانوا ضد هذا القرار كله. اذا فالان بكل صراحه كان قرار احادي من طرف رئيس الولايات المتحده السابق دونالد ترامب وكان في نهايه عهدته. اذا هذا هو الشيء، يعني مش السياسه الامريكيه، لان السياسه الامريكيه دعم الطرح، ولو ما كانتش السياسه الامريكيه ماشيه مع المينورسو فبالطبع حتكون امور اخرى. اذا فالولايات المتحده عندها سياسه اخرى ولا تريد ان تكون بؤره توتر في المنطقه. اذا فهناك حسابات جيوسياسيه جيوستراتيجيه جيوعسكريه في المنطقه، والا اذا ظهر هذا الاختلال فبالطبع راح تعود على تكون فيها يعني امور وخيمه على المنطقه ككل. اذا فالامريكيين عارفين، بعض الجهات الامريكيه السياسيه عارفه كيفاش تمشي. موسكو بالطبع حليف الجزائر، بكين حليف الجزائر. اذا احنا حابين في المغرب ما بين المغرب والجزائر تكون حكمه، تكون قرارات.